عليكم، مرحبا بكم في عدد جديد من حصة صريح جدا. موضوعنا اليوم راح يكون حول عادات وتقاليد المولد النبوي الشريف، والعينة راح تكون اليوم من ولاية وهران. تابعوا معنا. بمناسبة مولد النبوي الشريف رانا نحتفلوا، وتشوف راك تشوف كاع الناس راها تجي تشري، والعادات بكري كنا نحتفلوا به سي فغي، مي ماشي كيما دروك، دروك بالكبير بالصغير الناس راهي تحتفل به، ورانا نروحوا ونشروا هاني انا شاريه دي بلا، نشروا الفنانوس هما اللي يتباعوا، ونحضروا التقنطه، نديروا البركوكس، نديروا زعما لي كاطو، لي دراجي رانا نديروهم بالتقاليد تاع المولد. بصح كيما انا مثلا راني جايه من بشار ضيفه هنا في دارنا، بصح حنا عندنا في بشار نحتفلوا فيه بمولد النبوي الشريف في مدينه بني عباس. التقاليد في بني عباس يحتفلوا بالبارود، هما تاني يديروا بركوكس، وهنا تاني وهران راني نشوف ما شاء الله. كنت تشوفوا الاجواء كل عام كيما هكا، الفوانيس، البخاخات، لي بلاك، كل شيء. مائده تاع مولد النبوي الشريف خاصها تكون ديكوري من الاول للتالي، وتاني كاع حد الصوالح بناتنا هما لهم يبغوا هاد الديكوراسيون، ما حنا زعما شويه كنا نديروا حد يخليك تخرج الثقافه تاعنا. لي كاطو تاني يديروا في الطمينه، التقنطه، لي بلا تاع التقنطه، كلشي كلشي سلو، كلشي كلشي يديروهم دراجي تاني كاين دراجي تاني تاع مولد نبوي الشريف هكا انت حطهم فوق الطمينه تاني شابين بزاف تاني حط نجيبهم انا ديجا جيت على جالهم باه نقدمهم للعائله تاعي. نغرسوا الثقافه تاع الاحتفال ونغرسوها حتى في ولادنا باسكو الصغار راهم هنا اكثر هما اللي راهم يزيدوا يشروا. والحمد لله وعقوبة العام الجاي، ونتمنى الجزائريين كاع يحتفلوا به ان شاء الله، والجزائر تاعنا تكون بخير وخير ان شاء الله. كما راكم تشوفوا رانا هنايا باه نشروا صوالح تاع مولد النبوي الشريف باه نحتفلوا به. بكري كنا نحتفلوا بالمولد بصح ماشي كيما هاد الخطره، دروك راها كاينه بزاف تاع لي ديكور، فوانيس، لي بلا تاع السلو، كاين بزاف هنا لي ديكور شابين بزاف. كاين صوالح ديكور شباب، كاين لي بلا، كاين هكا ديزاين، كاين كلش كلش طواجين، كلش راه هنايا. فين هنا وهران معروفه بهاد العادات والتقاليد، كل عام راه عندنا هنا نديروا الخيل، نديروا عندنا البارود، عندنا القعدات، عندنا في الديار ثاني نديروا الحلويات، ماكولات، نزينوا ثاني ولادنا بال شفت الحنا، عندنا الحنا، عندنا امور هادو. وجزائر هي معروفة بعاداتها وتقاليدها، هذه غنية عن تعريف. وعندنا الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف مثل من يديروا في أضرار البارود، نلعبوا في الليل، نديروا القعدات، نلعبوا طبل، طبل هو الشلالي كما يقولوا في البلاد، وهذه نخدموا كما نديروا حفلات دينية، حفلات دينية. احنا الاحتفال تاعنا في المولد النبوي الشريف احتفال كبير، خاطرش علاه نوروا لولادنا وبناتنا كيف زعما الرسول عليه الصلاه والسلام جابنا حيه كبيره، حيه شابه، خصنا نبينوا لهم زعما هذا اعظم راجل، اعظم راجل، اعظم كي نقولوا ربي قالنا صلوا عليه عليه الصلاه والسلام، لخاطرش هو ما كاش نبي كيما كيفاه كيما كيفاه. وحنا نديروا ما هو ماكولات في المولد النبوي الشريف، كي نديروا بركوكس ديجا معروف في وهران، نقولوا بركوكس، تقنته، نديروا انواع تقنته ديجا. كيما انا عندي مدرسه قرانيه نحتفل بولادي، عندي كل واحد 200 ويجيبوا حق ربي ونحتفلوا ونديروا لهم زعما بركوكس، ونديروا لهم زعما المهرجان باش نبينوا لهم هذا النبي سوا سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم جابنا، جابنا الاسلام والدين والقران والاسلام وكل شيء. يعني الاحتفال بحفظ القران هذا هو الصح. احنا قبل كل شيء احنا عادات تاعنا سورتو احنا الجزائريين، احنا نبغيو هاد العادات والتقاليد تاع جدودنا، كما هاد عادي هاد مولد النبوي، احنا كاع الاحتفالات الدينيه والوطنيه نحتفلوا بهم.
كما كل سنة الشعب الجزائري يحتفل بمولد النبوي الشريف، عندنا عادات وتقاليد مميزة. هذه السنة كما كل السنوات الفائتة غادي نفوتوا في أجواء عائلية. عادات وتقاليد ناس وهران، وهران معروفة بعاداتها وتقاليدها. بالنسبة للمولد النبوي الشريف عندنا عادات خاصة، منها الأكلات التقليدية، بالنسبة نديرو تقنتسة، نديرو البركوكس، نديرو الطعام، كل واحد وكل عائلة على حساب. نديرو الرقاق، هذا معروف، هادو ناس الغرب معروفين بهاد العادات. والرفيس، الرفيس هو من جوية تيارت ومعسكر وهاد الجوايع. ايوا كاين بزاف، وكاين كيما نقولوا الحلويات الثانيه التقليديه، كاين التقنته كاين كيما نقولوا حنايا تاع السميد لحرج، وكاين التقنته تاع الروينه، كاين يعني فيها. ودروك راهي تنوعت وتطورت، وكيما قال له كاين تجديد، وكاين كل كيما نقولوا حنايا كل جيل وكل عام ويكون كاين التغيير ويكون كاين التجديد. عندنا الشمع والحنة، هادو دائما نديروهم في الليل للدراري الصغار. حنا كنساء هنا، حنا نقول لك اش نوجدوا، حنا نساء وهران ونبت وهران، نوجدوا عادات وتقاليد. كيما باغ اكزومبل انا اونتر تموشت وهران، كيما تموشت عند واحد التقاليد يديروا التريه، راها عندي هنا تقوم من نوريها لكم وانا جايبتها. يديروا التريه يعمروها بالحلوى ويخلوها 7 ايام، وهذوك الدراري كل يوم يشعلوها لمولد النبوي الشريف. ونديروا تقنته نهار سبت، نديروا البركوكس ونلموا كاع الحباب، وديك الليله ثاني نديروا حشا بالدجاج والرقاق وكل شيء. وماذا بينا نلموا كناينا، هذا باش كيما قال سير كاع العائله باش تولي سيره الرحم. وحنا ماذا بينا هاد العادات والتقاليد ما تموت في بلادنا. وحنا في الحق وهران الحمد لله مازال رانا كيما قال لك على هاد العادات والتقاليد، مازال رانا متمسكين بها. وهذا الشيء هذا هو تقاليد تاعنا، وتتمشى مع العادات تاعنا. لان لو ذهبنا الى الجنوب تلقاهم عادات اخرى، لو ذهبنا الى الشرق، لو ذهبنا الى الغرب، هذه التقاليد هذه موجوده ونابته معنا كمجتمع. يعني كل واحد وكيفاش يصنعها، كل واحد كيفاش يديرها. ولكن الجزائر تبقى الجزائر، وتحية الجزائر. وهذا المولد هذا من السنة تاعنا ومن العادات تاعنا ومن التقاليد تاعنا اللي ربما نفتخر بها. أنا ما نهدرش على العادات لأن العادات تختلف، لكن الشيء الجميل في هذه الأعياد الوطنية والدينية هو التفاف العائلات الكبرى بالصغرى، غرس المحبة، اللي يكون متعادي يروح ديك العدوى وترجع المحبة والرحمة بين العائلات، استمرار مثل هكذا حفلات لدوام المحبة بين العائلات. احنا يديروا مواكل المناسبات، اي خرجوا عندنا نسا فالوقت اللي زاد فيه زغرتوا، نحتفلوا بالمفرقاعات بالبارود بالطعام، نعرضوا العائلات بعضنا بعض ونفرحوا بهذا المولد النبوي، والله يحفظنا ويحفظ بلادنا. أود أن أهنئ كل الأمة العرب، أمة الجزائرية أو الأمة الإسلامية بصفة عامة عن المولد النبوي الشريف. يعني هذه العادات اللي ورثناها عن جدادنا، وحنا في ولاية وهران هنا نحتفل بها في كسائر ولايات الجزائر، طبعا بنغمات فولكلورية، كذلك بأكلات شعبية تقليدية محضة مثل الكسكس، مثل البركوكس الوهراني، مثل إلى آخره، والطمينة ايتو. دونك هادو هما عادات الشعب الجزائري وعادات الشعب الوهراني بصفة خاصة. بالمناسبة نتهني كل الشعب الجزائري والأمة الإسلامية ككل بمولد نبوي شريف.